أهلا وسهلا بكم في برنامج Explain، مجموعة من برامج التثقيف الصحي التي يقدمها معهد التثقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي. يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك أو من مقدم الرعاية الصحية. إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. متلازمة مارفن مقدمة. متلازمة مارفن حالة تتميز بوجود شذوذ في الأنسجة الضامة في الجسم، حيث تساعد الأنسجة الضامة على تماسك مختلف أجزاء الجسم، كما أنها تساعد على ضبط كيفية نمو الجسم ونمائه. تكون لدى معظم الأشخاص المصابين بمتلازمة مارفن مشكلات قلبية ووعائية، كما قد تكون لديهم أيضا مشكلات في العظام والعينين والجلد والجهاز العصبي والرئتين. يشرح هذا البرنامج التثقيفي متلازمة مارفن، كما يستعرض أسبابها وأعراضها وتشخيصها ومعالجتها. ما هي متلازمة مارفن؟ النسيج الضام هو مادة داخل الجسم تقوم بدعم الكثير من أجزائه، فهو الصمغ الخليوي الذي يعطي الأنسجة شكلها ويساعد على بقائها قوية، كما يساعد أيضا بعض أنسجة الجسم على القيام بعملها، ومن أمثلة الأنسجة الضامة الغضروف والدهن. متلازمة مارفن هي مرض وراثي يسبب عيبا في الجين المسؤول عن إنتاج بروتين الفيبرلين، وهذا البروتين يمارس دورا رئيسيا في بناء الأنسجة الضامة في الجسم. الأنسجة الضامة هي التي توفر القوة والتماسك والمرونة لمختلف التراكيب في الجسم كالعظام والعضلات والأوعية الدموية مثلا. إن وجود مشكلات في بروتين الفيبرلين يؤدي إلى تمطط الأنسجة في الجسم وضعفها، كما أن عدم وجود الكمية الكافية من الفيبرلين يؤثر في النمو وفي عملية إصلاح الأنسجة في مختلف أنحاء الجسم. الأسباب: متلازمة مارفن اضطراب وراثي، وهذا يعني أن هناك طفرة أو تغيرا في جين محدد يسبب هذه المتلازمة. الجينات هي ما يجعل الجسم يقوم بإنتاج مواد محددة، ولدى كل إنسان آلاف من هذه الجينات. إن جيناتنا هي التي تحدد مواصفاتنا، ولها أيضا علاقة كبيرة بصحتنا. يحمل كل إنسان 23 زوجا من الصبغيات أو الكروموسومات، والجينات موجودة على هذه الصبغيات. إن الجين المسؤول عن متلازمة مارفن موجود في الصبغي 15، واسمه جين FBN1. يقوم الجين FBN1 بصنع بروتين يدعى باسم فيبرلين، والفيبرلين واحد من بروتينات كثيرة تشكل الأنسجة الضامة في الجسم. إما أن يعمل الجين FBN1 على نحو صحيح أو أن يكون معيبا. نرمز للجين FBN1 الذي يعمل جيدا بالرمز جيم، ونرمز للجين FBN1 الذي لا يعمل جيدا بالرمز ميم، أي معيب. غالبا ما تكون متلازمة مارفن حالة وراثية، وهذا يعني أن الجين المعيب الذي يسبب هذه المتلازمة ينتقل إلى الطفل من أحد الأبوين. إن لدى كل إنسان 2 من جينات FBN1، واحد من الأب وواحد من الأم. إذا كان أحد هذين الجينين معيبا فإن الشخص سوف تكون لديه متلازمة مارفن. يكون لدى كل واحد من الأبوين نسختان من كل صبغي، لكنه يعطي طفله واحدة منهما فقط. وأما تحديد الجين الذي يحصل عليه الطفل من كل واحد من أبوي فهو مسألة عشوائية تماما. إذا كان كل من الوالدين يحمل جينين جيم وجيم،
فإن طفلهما لن يحصل على الجين المعيب الذي يسبب متلازمة مارفن، فكل واحد من الوالدين يعطي الطفل جينا سليما واحدا فقط. إذا كان أحد الوالدين يحمل الجينين جيم وميم، فهذا يعني أن لديه جين FBN1 معيبا، وهذا يعني أيضا أن احتمال حصول الطفل على الجين المعيب يعادل 50%. من الممكن أن ينقل الشخص الذي يحمل الجينين جيم وميم إلى طفله الجين السليم جيم أو الجين المعيب ميم. إذا لم يرث الطفل الجين المعيب فلن تكون لديه متلازمة مارفن، ولن ينقلها إلى أحد من أبنائه. وأما الشخص الذي يرث الجين المعيب فسوف تكون لديه متلازمة مارفن، وقد ينقلها إلى أبنائه أيضا. في بعض العائلات التي يحمل أحد الأبوين فيها جينا معيبا، من الممكن أن ينتقل هذا الجين المعيب إلى الأطفال كلهم، لكن هذا الجين لا ينتقل إلى أحد من الأطفال على الإطلاق في عائلات أخرى. وإذا كان الجين المعيب موجودا لدى أحد الأطفال، فهذا لا يعني أن أطفال العائلة كلهم سوف يحملون هذا الجين المعيب أيضا. وفي حالات أقل شيوعا يمكن أن تظهر متلازمة مارفن عند بعض الأشخاص من غير وجود هذه المتلازمة عند أحد من أبويهم، وهذا ناتج عن تغير جيني جديد في الجين FBN1. يحدث هذا التغير في بيضة الأم أو في الخلية المنوية للأب. برعاية معهد تثقيف المرضى www.patient-education.com. أكثر من 5000 من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية. الأعراض والمضاعفات: من الممكن أن تكون متلازمة مارفن خفيفة أو شديدة، ومن الممكن أيضا أن تصيب هذه المتلازمة أجزاء عديدة من الجسم. إن أعراض متلازمة مارفن تختلف من شخص إلى آخر حتى في العائلة الواحدة. غالبا ما يكون لمتلازمة مارفن تأثير في العظام الطويلة في الجسم، وهذا ما يؤدي إلى ظهور السمات التالية: جسد طويل ونحيل، أقدام مسطحة، مفاصل شديدة المرونة، أذرع وأرجل وأصابع يدين وقدمين طويلة، أسنان متراصة كثيرة. هناك عرض آخر شائع لمتلازمة مارفن، ألا وهو الصدر الغائر أو الصدر النافر. إذا كان الصدر غائرا فهو يدعى باسم الصدر المقعر، وأما الصدر النافر فيدعى باسم الصدر الجؤجؤي. ومن الممكن أيضا أن يكون العمود الفقري منحنيا إلى أحد الجانبين، وهذا ما يدعى باسم الجنب. تعد علامات التمطط التي تظهر على الجلد أي الخطوط البيضاء سمة شائعة أيضا لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة مارفن، وتظهر هذه العلامات في المناطق التالية عادة: البطن، الثديان، الردفان أو الأليتان، أسفل الظهر، الكتفان، الفخذان. تكون لدى معظم الأشخاص المصابين بمتلازمة مارفن مشكلات خطيرة في القلب والأوعية الدموية، وقد تشتمل هذه المشكلات على وجود جزء ضعيف في الشريان الأبهر، وجود تمزق في الأبهر، وجود تسرب في الصمامات القلبية، وهذا ما يسبب النفخة القلبية. تظهر لدى بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة مارفن مشكلات في العينين يمكن أن يكون لها تأثير في البصر، ومن هذه المشكلات انفصال الشبكية، انحراف في عدسة إحدى العينين أو في العينين معا، الزرق العيني أو الساد العيني في سن مبكرة، الحسر أي قصر البصر. عندما يتقدم الشخص المصاب بمتلازمة مارفن في السن، فإنه يمكن أن يعاني من مشكلات في النسيج الضامي الذي يغلف الدماغ والحبل الشوكي. قد يضعف هذا النسيج ويتمطط، وهذا ما يكون له أثر على العظام في أسفل العمود الفقري، وهو يسبب ألما أو خدرا أو ضعفا في الرجلين.
تظهر مشكلات رئوية أحياناً لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة مارفن، ومن أعراض هذه المشكلات تصلب الأكياس الهوائية في الرئتين الذي قد يجعل التنفس صعباً، انخماص الرئة، انقطاع النفس النومي. التشخيص: من أجل تشخيص متلازمة مارفن يطرح الطبيب أسئلة عن الأعراض وعن التاريخ الطبي للعائلة، كما يجري الطبيب أيضا فحصا جسديا للتحري عن السمات الشائعة لمتلازمة مارفن، وهذا ما يشتمل على قياس طول عظام الذراعين والرجلين، كما يمكن أن يفحص الطبيب انحناء العمود الفقري أو شكل القدمين أيضا. هناك اختبارات كثيرة يمكن إجراؤها من أجل المساعدة على تشخيص متلازمة مارفن. تتحرى هذه الفحوص والاختبارات عن المضاعفات الشائعة لهذه المتلازمة. إن تخطيط صدى القلب أو الإيكو يفحص القلب لرؤية مدى جودة عمل حجراته وصماماته. يستخدم هذا الاختبار أمواجا صوتية من أجل تكوين صور للقلب وشرايينه. قد يلجأ الطبيب إلى استخدام أشكال أخرى من التصوير كالتصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي. تستطيع هذه الصور إظهار الشرايين القلبية والعمود الفقري للتحري عن علامات متلازمة مارفن. يمكن أن يقوم طبيب العيون أو اختصاصي العيون بفحص للعينين من أجل المساعدة في تشخيص متلازمة مارفن. وهناك اختبار يدعى باسم الفحص بالمصباح المشق، وهو يستخدم المجهر مع تسليط ضوء على العين من أجل التحري عن مشكلات العين. تعد الاختبارات الجينية قادرة على المساعدة في تشخيص متلازمة مارفن، وعلى وجه العموم فإن الاختبار الجيني يشتمل على اختبارات للدم من أجل التحري عن وجود تغيرات في الجينات، لكن هناك تغيرات جينية كثيرة يمكن أن تسبب متلازمة مارفن، وإذا استثنينا حالة وضع الخريطة الجينية للمريض فإنه لا وجود لاختبار دم واحد قادر على تشخيص متلازمة مارفن. يستخدم الأطباء مجموعة من الأدلة الإرشادية من أجل مساعدتهم على تشخيص متلازمة مارفن. إن الأعراض التي تظهر على المريض وتاريخه العائلي الطبي ونتائج الفحوص الطبية تدخل كلها في معايير التشخيص. إذا جرى تشخيص متلازمة مارفن لدى أحد المرضى فإن الطبيب يمكن أن يوصي بإجراء فحص لأفراد أسرته أيضا، لأن أعراض متلازمة مارفن يمكن أن تتباين كثيرا من شخص لآخر في الأسرة الواحدة، وقد يكون في الأسرة أشخاص مصابون بمتلازمة مارفن لكنهم لا يعرفون ذلك. في معظم الحالات يكون للاستشارة الجينية وللاختبارات الجينية دور كبير من حيث تشخيص الحالة والتعامل معها. المعالجة: لا يوجد شفاء لمتلازمة مارفن، لكن المعالجة يمكن أن تساعد على تأخير حدوث بعض المضاعفات أو على الوقاية منها تماما، وتعتمد المعالجة على طبيعة الأعراض الموجودة عند المريض. إذا كان المرء مصابا بمتلازمة مارفن فإن هناك حاجة إلى رعاية وفحوص دورية من أجل التحري عن مشكلات الأبهر والصمامات القلبية، وإذا ظهرت واحدة من هذه المشكلات فقد تشتمل معالجتها على استخدام الأدوية التي تدعى باسم حاصرات بيلتا من أجل تخفيف الإجهاد الواقع على الأبهر. يمكن أحيانا أن تكون الجراحة ضرورية من أجل إصلاح أو استبدال جزء من الأبهر إذا تعرض للتمزق أو للتمطط، وهناك حاجة بعد الجراحة إلى استخدام مرققات أو مميعات الدم من أجل منع تشكل الجلطات الدموية، وقد يكون على المريض أن يتناول مميعات الدم على نحو مؤقت أو على نحو دائم بقية عمره. قد يحتاج الأشخاص المصابون بمتلازمة مارفن إلى معالجات من أجل العظام والمفاصل، فعلى سبيل المثال يمكن معالجة انحناء العمود الفقري المعروف باسم الجنف من خلال الجراحة أو باستخدام مسند أو جهاز تقويم خاص.
قد تكون الجراحة لازمة أيضاً من أجل إصلاح حالة الصدر الغائر أو النافر، وهذا ما قد يكون ضرورياً من أجل منع عظام الصدر من الضغط على الرئتين والقلب. قد يكون استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة مفيداً في بعض حالات المشكلات العينية الناتجة عن متلازمة مارفن، لكن هناك حالات عينية أخرى يمكن أن تحتاج إلى عملية جراحية. هناك مشكلة في الدماغ والحبل الشوكي تدعى باسم التوسع الجعفوي، تظهر لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة مارفن، وتعالج هذه الحالة بمسكنات الألم عادة. من الممكن في بعض الأحيان أن تسبب متلازمة مارفن مشكلات في الرئتين أيضا، وذلك من قبيل انخماص الرئة، ومن أجل معالجة هذه الحالة يجري إدخال أنبوب عبر الجلد وجدار الصدر من أجل إزالة الهواء الموجود بين جدار الصدر وبين الرئة، وهذا ما يساعد الرئة في العودة إلى عملها، لكن الجراحة قد تكون ضرورية في هذه الحالات أيضا. إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة. لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة. الخلاصة: متلازمة مارفن اضطراب يصيب الأنسجة الضامة في الجسم، ويعاني معظم الأشخاص المصابين بهذه المتلازمة من مشكلات في القلب والأوعية الدموية، وقد تظهر لديهم أيضا مشكلات في العظام والعيون والجلد والجهاز العصبي والرئتين. غالبا ما تكون متلازمة مارفن حالة وراثية، وهذا يعني أن هناك جينا معيبا يسبب هذه المتلازمة قد انتقل إلى الابن من أحد أبويه، وإذا كان أحد الوالدين يحمل جينا معيبا فإن هناك احتمالا بنسبة 50% لانتقال هذا الجين إلى الطفل. قد يكون تشخيص متلازمة مارفن أمرا صعبا، ولا بد من اللجوء إلى فحوص واختبارات كثيرة. يستخدم الأطباء مجموعة من المعايير ومجموعة من نتائج الاختبارات والفحوص الطبية من أجل تشخيص متلازمة مارفن. لا يوجد شفاء لمتلازمة مارفن، ولكن تركز المعالجة على الوقاية من مضاعفاتها أو على تأخير ظهورها. شكرا لاستخدامكم برنامج Explain.